العدل أساس الملك، هكذا علق رواد منصات التواصل الاجتماعي على قصة اليوم، حيث تداول المستخدمون مقطع فيديو لضبط مرور مصري وهو يوقف نجم فريق الزمالك طارق حامد أثناء استقلاله لسيارته الخاصة وسحب رخصته بسبب زجاج سيارته المخالف. نتابع الفيديو ونعود إليكم. المستخدمون انقسموا في تعليقاتهم حول مقطع الفيديو، لنتابع بعض من هذه التعليقات. فأبدأ هنا مع محمد الذي كتب عبر فيسبوك بأن حركة محترمة جدا من الشرطة بسبب تحقيق العدالة، ويجب تحية طارق حامد أيضا على ضبط النفس. أما عبد العليم فكتب: حقق أنك تسحب الرخصة، ولكن بأي حق تصوره؟ هذا أمر مرفوض على الإطلاق. مشاهدينا، شاركونا أنتم أيضا برأيكم في تصرف الضابط مع نجم الزمالك طارق حامد.